وهذه الحلقة أكيد ننتشر مع بداية كل إجازة صيفية الكثير من إعلانات دورات تطوير الذات بمسميات وعناوين مختلفة. بعض المختصين يرون أن هذه الدورات تبيع الوهم فقط، لا تضيف أي قيمة لمن يدخلونها. صحيح، ولذلك يعني إحنا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية ومن منبر MBC في أسبوع اللي حرصنا دائما فيه أنه نتلمس غالبية الاحتياجات، رأينا أنه هذا الموضوع يحتاج إلى تسليط المزيد من الضوء، خصوصا في فصل الصيف والوقت الكبير لدى مشاهدينا ومتابعينا. خلونا نتابع تقرير لزميلنا عبد العزيز الفضلي ولحديثنا بقية. قاعات تمتلئ بالأشخاص أمام مدربي تطوير الذات على شكل دورات تدريبية بمبالغ كبيرة وبإقبال أكبر، ظاهرة انتشرت صاحبها جدل واسع في مجتمعنا السعودي. أنا أخذت أكثر من 25 دورة بمختلف مسمياتها، يعني أغلبها تتكلم على أنه يستغل حاجة المتدرب في أنه مثلاً حاس مثلاً بضائقة مالية، حاس بضائقة نفسية، حاس فيعتقد أنه الحل عند المدرب أو الحل في حضوره لهذه الدورة، مجرد خروجه من هذه الدورة مباشرة يعتقد أنه الآن لقى الحل أو أنه الحل متواجد أمامه، وهذا الشيء للأسف يطلع خاطئ. يعني ينصدم المتدرب أنه عنده شهادات 25 30 50 شهادة ولا يستفيد منها على أرض الواقع تماما. أي دورة لم تبنى على أساس علمي وتوصيف معلن وواضح تدخل تحت دائرة التدليس والخداع. الدورات بصفة عامة هي أنا كمدرب أنا اللي بأسوي المنهج. طب حتيجي تقول لي مين أنت وإيش المهارات اللي عندك عشان تسوي منهج؟ هقول لك أنا بأتعلم مهارات وبحضر دورات وبأشوف كيف أعد حقيبة تدريبية وكيف بأتعلم مهارات كثيرة جدا، وفي الأخير المقيم الرئيسي لهذا المنهج اللي أنا سويته هو الجمهور. من المفترض على من يقدم هذه الدورات التدريبية أن يكون متخصصا أكاديميا فيما يقدمه من دورات، ودائما التوصيف وتقنين هذه الدورات من قبل الجهات المسؤولة عنها يساهم في وعي المجتمع وبخاصة المستهدفين من هذه الدورات. بين مؤيد ومعارض ومكذب ومصدق جاءت كثير من الآراء لتعكس حالة اجتماعية عن مجال مفتوح ومربح ماليا يراه البعض للمدربين. يعني أعتبرها أنها أكثرها ربحية، هي مثلا دورات ربحية الهدف منها السعي وراء يمكن المال أو الشهرة، أنا ما أعرف بالضبط يعني، لكن كفائدة للمدرب أو عفوا كفائدة للمتدرب يمكن ما تتجاوز ما قلت 5% تقريبا يعني. طب المعلم مش قاعد ياخذ راتب عشان أجرته اللي قاعد يسويها؟ أنا نفس الشيء وكل المدربين لازم ناخذ فلوس. طب وأنا عندي مصروفات، أنا المصروفات اللي عندي اللي بأخذ منك مثلا نقول 500 ريال، تمام؟ ترى لازم نفهم حاجة، ترى يمكن بدون مبالغة أكثر من 50% بتندفع مصاريف. أنت لما تحط المال في أنا كيف أصنع سعادتي، أنت المال هذا اللي أنت حطيته في دورة معينة مدتها ساعة أو ساعتين استفاد منها المدرب، هذه أنت تحطها في أمور أهم في حياتك الشخصية، أمور عائلية، أمور تقدر تنفس فيها أنت عن نفسك، يعني غالبهم يمكن يحتاج فقط تنفيس. مع كل التنظيم الذي يصاحب إقامة هذه الدورات لأنها لا زالت بلا رؤية واضحة ومحددة تكفل للمتدرب استفادة فعلية مما يقدم وللمدرب حقه فيما يقدم. من جدة عبد العزيز الفضلي MBC.